معانا على الهاتف فنانة جميلة، جميلة الصفات وجميلة المحية، وبنفتقدها بشدة لأنها أيضا من نجوم مصر الكبار اللي موجودين في الذاكرة المصرية والوجدان المصري، الفنانة جميلة نيلي. أهلا وسهلا. ايه الحلاوه دي يا هلا، ايه الكلام الحلو ده؟ ازيك يا نوش، اخبارك ايه حبيبتي؟ انا كويسه وانتي منوره الشاشه، ربنا وكنا يخليك. مشتاقين لك دايما دايما يا هلا. واحنا على طول مشتاقين لك يعني وانا بشكل عرفت، دائم. تسلمي لي يا رب، انا عرفت ان معاكي فنان كبير وعظيم وقلب جميل، ربنا يخليه لمصر باعماله الجميله اللي اداها لنا يا رب. انا فاكره ان انتي والاستاذ جلال الشرقاوي عملتوا انقلاب في مصر، فطبعا الناس دلوقتي هيقولوا الشباب الجديد اللي ما حضروش المسرحيه او كانوا صغيرين هيقولوا انقلاب، نيلي عملت انقلاب مع جلال الشرقاوي. اعتقد كده وكده كمان. فكرينا بهذه التجربه، كانت فريده من نوعها مع الاستاذ جلال، وبالنسبه لك كمان مسرحيا يعني. والله بس اسمحي لي امسي على الملك. ازيك يا استاذ جلال؟ ازيك يا نونس؟ اخباركم ايه؟ ربنا وحشاني خالص. يخليك. ازيك العيله كلها حبيبتي؟ تمام الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله الحمد لله. هو انا يعني ما اعرفش، لما اتكلمنا على انقلاب، وطبعا انت عارفه كان الاستاذ صلاح جاهين والفنان كمان الجميل محمد نوح. ايه الجمال ده؟ ايه لما تحطي الناس دول مع بعضهم يحصل ايه؟ تخيلي. وكان يعني فكرنا انا واستاذ جلال يعني منسجم جدا مع بعض، وجات لنا فكره البلاك ثياتر، وجات لنا اللي هو الاتصال كمان مسرح الاسود. ايوه اللاترنا ماجيكال، المسرح السحري. مسرح السحري ايوه، اللاترنا ماجيكا. وبعدين هو بس مش بس عملها كده بالسمع ولا بالإحساس، ده راح هناك واتفق معاهم وجم. كانوا أي بلد في تشيكوسلوفاكيا؟ راح تشيكوسلوفاكيا وجاب يعني خبراء من هناك في المسرح السحري. ايوه اكزاكتلي. جم وعملوا العمل بشكل راقي جدا جدا. وطبعا لك ان تتخيلي من ناحيه الصرف، صرف قد ايه يعني. حبه للشغل وكل الحاجات دي كانت رائعه وكانت فريده. حتى حاولوا بعد كده، اعتقد مش فاكره قوي، يعملوها، بس ما كانتش بالشكل اللي الاستاذ جلال فكر فيها انه تتعامل بالشكل الصحيح الصحيح جدا. أيوة. الحمد لله الحمد لله. فاكره دورك وفاكره الايام دي، وفاكره يعني قولي لنا التجربه مع صلاح جاهين، مع محمد نوح، مع استاذ جلال، ازاي العمالقه دول كانوا بيتعاملوا سوا، وحسيتي ايه ساعتها؟ كنت حاسه ان انت في وسط عمل تاريخي يعني؟ انت حضرتك عندك كام ساعة في البرنامج عشان احكي لك؟ طب انا طبعا باختصار هقول لك بسرعة شديدة. ايه الذكرى اللي انت في المسرحية دي بالذات فاكراها؟ يعني الليلة او الاجتماع او اليوم او الجمهور اللي انت ما تنسيهوش؟ والله انا فاكرة انها كانت مش بس ساعات جميلة، حتى اللحظات فيها كانت جميلة، لانها كانت بتجمع بين اسماء كبيره قوي قوي وطموح جوايا كانت بتطلع. واحلى حاجه فيها كمان انها كانت روايه رومانسيه، وانا بحب الرومانسيه قوي. طبعا تقول ايه لنيلي يا استاذي؟ لا انت وحشتينا ووحشت الناس. ومش تخرجي بقى من القوقعه بتاعتك وترجعي لنا. بص هقول لك حاجه يا استاذ جلال، انا بحب قوي مقوله يا بخت من زار وخفف. لا مش قوي كده يعني. لا انت بس انت زرتي وسافرتي. وفين سافرت فين؟ لا موجوده، ما اقدرش اسيب حبيبتي مصر. ما زال الفن في حاجه اليكي والى فنك الجميل، والحقيقه ما شفناش فنانه استعراضيه زيك لغايه دلوقتي. لا ازاي، لا ازاي، لا ازاي، انا ما شفتش. اذا كنت انت شفتي قولي لي. لا في كتير، في كتير طبعا. في اولا شريهان يعني كانت رائعه. لا طبعا شريهان ربنا يديها الصحه والسعاده يا رب. ويشفيها يا رب، وترجع لنا منوره.
اسمح لي يا استاذ، اسمح لي. ربنا يديها الصحه وهترجع، هترجع ان شاء الله. سامعين ان ريهان هترجع، وده من اجمل الاخبار اللي الواحد سمعها. انا عايز بس نيلي افكرك بحاجه. اتفضل. في مسرحيه انقلاب لا 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 توجد او لم توجد بمصر شخصيه عامه راجل او ست ما جوش شافوا مسرحيه انقلاب. مظبوط. نمره 2، لاول مره في تاريخ المسرح المصري بنشوف متفرجين لابسين سموكن وداخلين المسرح، لابسين سيدات لابسين سواريه والبارفان بيضرب في أوضة مكتبي والمصوغات والجواهر بتلمع وتبرق، داخلين يتفرجوا على انقلاب. يعني ده كان جمهور الأوبرا القديمة لو أنت فاكرة، ده كان جمهورك في مسرحية انقلاب. المسرحية اسمها انقلاب، انقلاب، بس كان المضمون أو المحتوى المقصود به الانقلاب. لا استنى، خلينا انا اللي اقول. اتفضلي. انا هقول لك عبقريه جلال الشرقاوي. اتفضلي. المسرحيه اسمها ليلى يا ليلى. ايوه. استاذ صلاح كان كاتبها كده، لكن لما انا هقول من وجهه نظري، لما الاستاذ جلال استشعر ان ده انقلاب في تاريخ المسرح سماه انقلاب. ما قالولكوش لا خافوا، حكم كلمة انقلاب دي كانت تجيب يعني لا ده كانت استباحس للنظام القديم. كان اعلانات بتاعتنا في الجرايد ممثلين كلهم يقومون بانقلاب على مصر. يا لهوي، تخيل لو كتبت دلوقتي. ايوه دلوقتي بقى الفنانين والنجوم يقومون بانقلاب. ويظهر ان انتم محتاجين انقلاب فعلا. لا لا لا، كل حاجه تبقى حلوه ان شاء كانت الله. كانت بتناقش تيمه الارهاب وكيف تقابل الدوله ارهاب الجماعات الدينيه المتطرفه. أيوة. بارهاب. كان لازم تقابلها بمعالجة اجتماعية ومعالجة اقتصادية. ولا تقابل الإرهاب بالإرهاب. أيوة. لأن دول مصريين بيقتلوا مصريين. شكرا للفنانة جميلة نيلي. مرسي مرسي. ونشوفك على الشاشات وفي التلفزيونات وعندنا إن شاء الله قريبا بإذن الله.